يقول: من ذهب إلى الراقي مع اعتماده أن مع اعتقاده أن هذا الراقي إنما هو سبب فقط وأن الله هو الشافي. هو سبب، لكن كونك تتركه استغناء بالله عن حاجة كلا الناس هذا أحسن. نعم، له سبب بلا شك. ما قلنا أنه حرام أنك تطلب من أحد يرقيك أو يرقي غيرك، هو حرام هذا ومباح، لكنه مكروه، وتركه أحسن. نعم.